صحيح كوثر، الاتهامات بين موسكو وكييف حول من يقصف محطة زاباروجيا متبادلة، والتعبير عن الأمال في نجاح زيارة الوفد التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا هو الآخر متشابه ومتبادل بين كل من موسكو وكييف. اليوم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفت زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا بأنه مهم جدا في الوقت الراهن، وعبرت عن أملها بأن تسهم هذه البعثة في كشف ما وصفته بالأعمال الاستفزازية والابتزازات النووية الممارسة من طرف سلطات كييف في محيط محطة زاباروجيا عن طريق القصف المتواصل لهذه المحطة من القوات الأوكرانية. موسكو استبقت زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محيط محطة زاباروجيا عن طريق تسليم ما وصفته بالأدلة الدامغة لممثلي مجلس الأمن بالأمس. سلمتهم موسكو ما وصفته ببيانات رصدتها وزارة الدفاع الروسية تثبت بأن القوات الأوكرانية تمارس ما تصفه الدفاع الروسي بالقصف العشوائي على محيط محطة زاباروجيا. الأدلة التي قدمتها موسكو تمثلت في رصد طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية وتمكنت من استهداف سقف أحد المفاعلات النووية الستة الموجودة في محطة زاباروجيا. منذ البداية تؤكد موسكو بأن زيارة البعثة أو البعثة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا هو مهم جدا على الأقل للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بهذه المحطة وللجم سلطات كييف ووقفها على ما تصفه روسيا بالقصف العشوائي الذي يطال محيط هذه المحطة النووية. الكرملين هو الآخر علق على الزيارة المرتقبة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا وعبر على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن تكون هذه الزيارة ناجحة وبأن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الكثير من الحقائق التي أثبتتها موسكو التي من خلالها تهم من خلالها الجانب الروسي القوات الأوكرانية بأن هي من تقف وراء القصف العشوائي لمحيط محطة زاباروجيا وتعريض القارة الأوروبية إلى كارثة نووية قد تكون أكبر بكثير من كارثة تشيرنوبيل. إذن موسكو تعول على هذه الزيارة التي يقودها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى محطة زاباروجيا على الأقل للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بهذه المحطة وحث سلطات كييف على وقف ما تسميه موسكو بالقصف العشوائي الذي يهدد بكارثة نووية في محطة زاباروجيا.